أولا طبعا من عند الفريق الأول اللي استأنف تدريباته النهاردة بعد فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق بنهاية الموسم. الزمالك خلال اليومين اللي فاتوا وطبقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني خضع الفريق لقياسات بدنية يومي الاثنين والثلاث، والنهاردة بداية العودة للتدريبات علشان يبدأ الزمالك يستعد للموسم الجديد وتحديدا المباريات اللي هياخدها في سبتمبر. عندنا مواجهتين مع الشرطة الكيني في دور ال 32 بالكونفدرالية الإفريقية، والزمالك هيبدأ رحلة الدفاع عن اللقب منتصف سبتمبر، وبعدها بأسبوع مباراة العودة، بعد كده هيكون عندنا المواجهة الثالثة في سبتمبر أمام الأهلي في السوبر الإفريقي. لسه مع اخبار الزمالك، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح ان مستر جامز وصل النهارده القاهره بعد فتره الراحه اللي حصل عليها في الاجازه اللي هو قضاها مع اسرته. وهو وصل النهارده صباحا وهيقود تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد. طبعا بنقول له الحمد لله على السلامه، ومنتظرين منك يعني عوده الزمالك كمان للبطولات من جديد في موسم هيكون طويل وموسم صعب جدا جدا على الفريق، ولكن طبعا الزمالك قادر وهنشارك من خلاله في العديد من البطولات، اولها الكونفدراليه والسوبر الافريقي والدوري والكاس. ولكن احنا مطمئنين طبعا على الزمالك معاك ان شاء الله، يعني تبداوا رحله يا رب ان شاء الله مع بعض نهايتها تكون للبطولات، والزمالك ان شاء الله يتوج بالعديد من البطولات هذا الموسم. طيب احنا لسه مع اخبار الزمالك، وانتظم الثنائي حسام اشرف واحمد محمود لاعبي الزمالك في التدريبات بعد العوده من الاعاره، والثنائي كان معارين لبلديه المحله والجونه، والحقيقه ان الثنائي عملوا موسم كويس جدا وتالقوا خلال الموسم اللي فات وقدروا يقنعوا الجهاز الفني بامكانياتهم، وعلشان كده مستر جوميز طلب عودتهم للفريق. خد بالك ان أحمد محمود عمل أداء دفاعي مميز جدا مع الجونة، هيكون إضافة قوية للزمالك. كمان حسام أشرف كان بينافس على لقب هداف الدوري لغاية الأسابيع الأخيرة، فبالتالي هيكون مفيد جدا أيضا لمستر جوميز. كل التوفيق طبعا للثنائي مع الزمالك في الموسم الجديد، ويقدروا إن شاء الله يثبتوا نفسهم أكتر وأكتر ويكونوا إضافة قوية كمان وضربة قوية جدا كمان مع جوميز وأوراق رابحة كمان مع الفريق الأول إن شاء الله. احنا لسه مكملين مع الزمالك، ومن المنتظر ان يغادر فريق الزمالك الى الاسكندرية صباح الخميس للانتظام في معسكر مغلق بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الجهاز الفني والاداري، والجهاز الفني حريص على عمل فترة اعداد مميزة عشان الفريق يكون مستعد للموسم الجديد في الاسكندرية، وطبعا ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويكون استعداد قوي جدا للموسم الجديد. لسه مع اخبار الفريق الاول، وطلب مستر جوميز من الجهاز الاداري العمل على تجهيز خوض ثلاث مواجهات وديه في معسكر اسكندريه عشان يتم تحضير اللاعبين وتجهيزهم من الناحيه الفنيه والبدنيه. طيب المباريات الوديه دي مهمه جدا خلال المعسكر التحضيري للموسم عشان الجهاز الفني ضروري جدا خلال المعسكر ده ان هو يجرب اكتر من طريقه لعب، ويحاول كمان ان هو يجرب كل اللعيبه في المعسكر، خصوصا كمان مع عوده اللعيبه المعارين زي ما قلت لحضراتكم من شويه، فهي دي هتبقى انسب طريقه ليه طبعا قبل العوده تاني للمنافسات الرسميه. طيب نروح للاتحاد الافريقي اللي اعلن عن تصميم جديد لكاس السوبر الافريقي قبل نسخه 2024 واللي بتجمع الزمالك والاهلي في العاصمه السعوديه الرياض.
والمقرر إقامتها يوم 27 سبتمبر المقبل. ونشر كاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الكأس الجديد معلقا عليه فصل جديد في إشارة إلى تعديل تصميم الكأس اللي هيتنافس عليه قطبي الكرة المصرية للمرة الثانية في تاريخ البطولة، حيث سبق والتقى الزمالك والأهلي في كأس السوبر عام 1994. وطبعا لو حضراتكم فاكرين وحسموا الزمالك بهدف السوبر أيمن منصور، إن شاء الله الزمالك يكرروا مرة تانية ويحسموا يوم 27 سبتمبر إن شاء الله، ويقدر الزمالك إن شاء الله يتوج بالسوبر الإفريقي.